السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. محبكم معايا في القناة مدام سميرة. عواشركم مبروكة ورمضان كريم. اليوم البنات غادي لكم واحد الفصفى ديال البريوش او القرص او كل واحد كي كيسميه، او القريشلات اللي كيجيو خفافين خفافين على الريشة، كيجيو لذاذين بزاف وسهل في التحضير بدون يدلك غير ملعقة. كيجيو غزالين بلا ما نقولكمش، كيجيو اكثر من رائعين، خفافين ومحمرين وهم يعني كيجيو لذاذين بزاف. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي ساهلين جدا. ما تنساوش عليا باللايك اللي عجبكم، تابعوا الحلقه بارطاجيو مع الزفاف والحوش عشان الفائده، واللي معايا جديد ما تنساش الشارك في القناه. خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي زوج كيسان ديال الماء دافي ما يعادل واحد 400 مللتر، عندي نصف او قل شويه من نصف ديال الكاس ديال السكر ما يعادل واحد 60 غرام. اللي كتعجب لك الحلاوه يقدر يدير حتى كاس الا ربع. عندي هنايا واحد 60 مليلتر ديال الزيت ما يعادل تقريبا قل شويه من النصف، عندي ملعقه صغيره ديال الخل، عندي واحد بيضه، عندي معلقه صغيره ديال بشور البرتقال كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، عندي هنايا الملح على حسب الذوق، ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل واحد 10 غرام، حنا عندنا الجو بارد على حسب الجو. عندي هنايا ملعقه كبيره عامره مزيان او جوج معالق ما عامرينش بزاف ديال السمسم او الجنجلة اللي محمر، وعندي هنايا ملعقه ونصف ديال حبه الحلاوه والنافع اي اليانسون والشمر اللي كنسخنهم غير القليل في المقلي، يعني غير كنسهدوهم ماشي كنحمروهم، كنحكهم بين يديا. صافي دابا غنمشي للطريقه. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هذا الماء اللي كيكون دافي، جوج ديال الكؤوس ما يعادل 400 مليليتر، غنضيف هاد الخميره والسكر، غنضيف هاد المعلقه الصغيره ديال الخل، نحرك مزيان حتى كدوب معايا داك كدوب هاديك الخميره. صافي ملي كدوب هاديك الخميره دابا غنضيف الدقيق، عندي الكاس الاول 100 غرام، عندي في نصف كاس ما يعادل 150 غرام ديال الدقيق، غادي نخلطهم مزيان. غنضيف نصف كاس تاني يعني جوج كيسان اللي درت دابا 200 غرام ديال الدقيق، غادي نخلطهم مزيان حتى ما كيبقاش هذوك الحبوب ديال الدقيق. صافي دابا ملي خلطتهم مزيان واحد دقيقه حتى ما كيبقاش هذاك الدقيق كيبان ما يبقاش حبيبات، كيدير معايا هاد الفقاعات. صافي دابا غادي نغطيه بلاستيك غادي نخليه يرتاح 10 ديال الدقائق، ملي غادي يرتاح 10 دقائق غادي نكمل المرحله الثانيه. صافي ملي فاتت 10 ديال الدقائق كيبدا العجين ديالي كيتفاعل كيبدا كيختمل، غادي نحركو هكذا، غنضيف هاد الزيت والملح وهاد القشور ديال البرتقال، غنضيف هاد الجنجل المحمر الا نسيت ما قلتها لكمش، هاد البيضه كنضربوها شويه باش كتجي لنا سهله. صافي دابا غادي نخلط كلشي مزيان كينسجم الخليط، هي السر باش كيجيو القراش او البريوش ديالنا كيجي بلا ما ندلكوه وكيجي زوين، كيجي رطب بزاف يعني كيجي خفيف، كيجي اكثر من رائع بلا دلك بلا والو. نضيف الدقيق المغربل، غادي نعبد معكم بالكاس وبالغرام. دابا المجموع درت 4 ديال الكيسان ما يعادل 400 غرام، باقي غادي نزيد، كنديرو غير ملعقة كتستعملو يدكم
نضيف الكاس الخامس بالنسبه اللي كنحسب حتى اللي درت في الاول. دابا غادي نحيد هاد الخلاط صافي، كنجمع كلشي هاد الجوانب. دابا هاد الكاس هو السادس ديال الكاس، درت 5 الكيسان، وهذا غادي نشوف شحال واش غادي نديرو كامل. ضفت 6 الكيسان، باقي العجينه يعني خفيفه بزاف. غنضيف دابا هذا السابع، غادي نشوف شحال غادي يهز ليا. في المرحله غادي نستعمل ايدي صافي. العجينه ديالي ملي جمعتها خصها تكون هكا رطبه، يعني رخوه كتلصق هكا في اليدين. كما شفتوا انا لما دلكت لها ما ولا غير جمعتها، خدات معايا 6 الكيسان ونصف، ما يعادل 600 غرام و50 ديال الدقيق. وانتم كيبقى على حساب الدقيق اللي عندكم وعلى حساب البيضه واش كبيره ولا صغيره. صافي دابا غادي ندهن يدي غير بقليل من الزيت. صافي كنديرو هكا بالزيت باش كيختم بسرعه، خصو يكون هكا القوام ديالو. غادي نغطيه وحتى يضعف الحجم ديالو، غادي نرجع معكم. ها هو العجين ملي اختامه كيضعف الحجم ديالو. كنخرجوا منه هذاك الهواء اللي كيكون فيه. غادي نرش سطح العمل بالدقيق، كندير على سطح العمل صافي. غادي تقسموه نتوما واش بغيتوهم صغار ولا كبار، كيبقى لكم الاختيار. صافي ملي قسمت العجينه كتشكلوها، واخا كتكون هكا شويه خفيفه ما تخافوش منها، كتجمعوها هكذا كدير شويه ديال الدقيق، ما تردوش الدقيق لداخل، كتحطوهم هكا على الدقيق حتى كتكملوا. اما كديروهم كتقسموهم عينكم ميزانكم ولا كتعبروهم. انا عبرتهم درتهم فيهم 90 غرام في وحده، اللي بغات دير هذا الحجم اللي درت انايا. صافي دابا ملي كملتهم كتبداو ملي درتو في الاول، غادي كتسرحوهم هكذا غير في الاول الوسط، كتخليو هكذا كتسرحو غير الجوانب. هنا عندي الشيكولا ديال الدهن، كديرو هكا ملعقه صغيره في الوسط، وكتجمعوهم هكذا كتسدوهم مزيان باش ما تخرج لكمش هذيك الشكلاط. صافي كنديرهم في السني ديال الفران، غنزيد معكم وحده. وكتجمعوهم هكذا، الطريقه راه ساهله، كيجيو رائعين، كيجيو خفافين ومدادين. شوف العجينه كتبوخ بوحدها، تعرفوا بلي راه العجين يعني ناجح. صافي ملي كملتهم كنبسطهم هكا شويه غير قليل باش ما يجونيش عاليين بزاف. نتوما كيبقى لكم الاختيار واش بغيتهم عاليين ولا مسطحين شويه. غادي نبسطهم هكذا، غادي نغطيهم حتى غير حتى يضعف الحجم ديالهم، غادي نرجع معكم.
اللي كيختمر البريوش ديالي عندي هنايا بيضه واحده، عندي ملعقه ديال الماء كيكون دافي، كندير فيه ملعقه صغيره ديال قهوه سريعة الذوبان، غادي نضيف على هاد البيضه، غادي نخلطها مزيان وغادي ندهن بها باش كتعطينا واحد اللون زوين بزاف. ملي كيختمر العجين دابا كندهنها بهاد الخليط اللي درت ديال البيض والقهوه سريع الذوبان، كدهنو هكا غير ما تضغطوش عليهم باش ما كيخليهمش هذاك الاختمار. غادي نرشهم هكا بزنجلان او السمسم، انا عندي هنا الزنجلان الابيض، كترشهم هكا، نتوما كديروا اي حاجه كتفضلوها، تقدر ديروا اللوز ايفيلي كاوكاو اي حاجه عندكم. صافي غادي ندهنهم، اللي دهنهم غادي ندخلهم على في الفران اللي سخون على 200 درجه، ملي غتبوا تحمر غادي نرجع معكم. هما البنات البريوش ديالي او القرائش ديالي البلي طابو تحمروا كيجيو غزالين، ما نقولكمش كيجيو خفافين خفافين وهم هويين، يعني ما نقولكمش يعني خفافين بزاف كما كتشوفوا، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو محمرين وكيجيو يعني خفافين بزاف ورطبين غزالين غزالين. ملي كتخرجوهم من الفران كديروا عليهم غير واحد دقيقه ولا زوج دقائق واحد المنديل باش كيرد عليهم هذاك السخونيه، كيوليو اكثر من رائعين. غادي نقسم لكم واحده تشوفوا كي كتجي من الداخل، كي كيجيو البنات كيجيو رطبين وفيهم هذاك الشيكولا الداخل، كيجيو رائعين. شوفوا البنات غزالين غزالين ما نقولكمش، نتمنى تجربوهم ويعجب لكم، ما تخرج عليا بلايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تعم فائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خير، حتى الفيديو ان شاء الله وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.